انا اللي قتلته؟ مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ مش مهم مين اللي قال، المهم ده حصل. لا، مهم ان اعرف مين اللي قالك الكلام ده، لان الناس دي لازم تقف عند حدها. لحد اتودع الفود ما استحملش نفخه، هو ابتدى يكشف ورقنا، اكشف له احنا ورقه ونلعبه على المكشوف. قالوا مفيش مدنيه من غير جرانيل، عملنا لهم الجرانيل، ادي النتيجه. قله احترام، قله ادب، كل انسان له حدود يقف عندها. الشغل عجبهم في الوكاله جدا، خصوصا خبر ابو سلطان. ابو سلطان، ايه رايك نشرب بيره؟ اه دو بيير سيل فوبلي. مش معقول كده. لا ساعتك لسه شباب. انا بنزل. شعبان مين؟ ابويا عبد الواد. اهلا اهلا اهلا. سلام عليكم. شاي ولا مفيش؟ ده احنا مفيش ده يا ولا. مجلس العيلة عايزك لأمر مهم جدا. عيلة مين؟ عيلتنا. حاضر، انا مستعد انفذ كل طلباتك. انا ماليش غير طلب واحد بس. الفلوس. امرك كل ثروتي تحت امرك، خدها عمر ولا سفرك البلد اللي تعجبك. نية وحشتيني يا نسيني. لا لك تكون مبسوط سرحان بيه. انا اسيبكم بقى. مع السلامة. سوري. وفين هو الواقع ده؟ الناس فيها اكتر من نمل وناموس. نقوم نطلع عليهم نموتهم؟ يموتوا في 60 داهية واحنا مالنا؟ احنا مالنا؟ خلي الدنيا تخف وتروق. يعني عاجبك الزحمة اللي احنا فيها دي؟ انتوا مفصولين مؤقتا، المخزن اتملى ومفيش حاجه للشغل. يعني احنا ذنبنا ان احنا اشتغلنا بزم ومالنا لك مخدك بالبلح؟ ولا ذنبنا يا سي سليم. امال ذنب مين يا نبيه بيه؟ دي ازمه وبتعم مع الكل. عمركم ما سمعتوا عن حاجه اسمها الكساد الاقتصادي؟ ربنا يخليك لنا كده معاك ونخره. بوسو. ايه ده غربان؟ بوسو بوسو من بقه، بوسو الباشا من بقه. شرشت الخيار نصير الفقراء والجربانين. انا شايف انكم انتوا بسبب البلبله اللي في البلد، ومن الافضل انكم ترجعوا لسكناتكم. ده سواق تعبان زيك انت في السحر. حلو يا باشا، حلو يا باشا، انا حبيتك.